العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا كسرت صمت الحياد التاريخي لسويسرا في النزاعات الدولية. فبعد تبنيها أواخر فبراير الماضي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بالكامل، عادت بحزمة جديدة من العقوبات تطال هذه المرة تجميد ممتلكات أثرياء الروس مقربين من بوتين. وعبر الزمن اتخذ الحياد السويسري صوراً وأشكالاً مختلفة نذكر منها: انضم سويسرا لعصبة الأمم عقب الحرب العالمية الأولى. مع الحرب العالمية الثانية تمسكت سويسرا بحماية حدودها فقط. خلال التسعينات اختارت سويسرا مجاراة مواقف منظمة الأمم المتحدة، فالتزمت حياداً مطلقاً خلال العمليات العسكرية التي لم تقرها الأمم المتحدة، كالضربات الجوية التي وجهت ليوغوسلافيا عام 1999. لكنها التزمت بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق عام 1991، وفتحت مجالها الجوي أمام الطائرات المحملة بمواد إنسانية. وعندما نتحدث عن الموقف المغاير لسويسرا تجاه الأزمات خاصة التي تتعلق بروسيا، فنذكر بموقفها إزاء روسيا عام 2014 عندما أعلنت رفضها فرض عقوبات على روسيا على غرار ما قامت به باقي الدول الغربية بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم. تحت ذريعة قالت الحكومة السويسرية حينها إنها تعود إلى أن المصالح الاقتصادية والمالية الروسية كبيرة جداً في سويسرا، كما أن سويسرا لديها من جهة أخرى مصلحة في القيام بمساع حميدة. الأنظار والضغوط تتوجه لسويسرا فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا ببساطة كونها تمتلك نقاط ضغط عدة، حيث تعد ملاذاً آمناً ومقراً رئيسياً للعديد من الشركات ذات المشاركة المالية القوية مع روسيا. وحوالي 80% من تجارة السلع الأساسية في روسيا تمر عبر سويسرا، كما يقع المقر الرئيسي لمشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي المثير للجدل في سويسرا، وتعد مركزاً مصرفياً للبنوك الروسية.